ووجه الرئيس السيسي أيضا بسرعة إنجاز الوصلة الشرقية من طريق أسيوط لسوهاج نظرا لخطورته الشديدة، حيث يعد الطريق الأعلى بنسبة الحوادث في مصر، وذلك للحفاظ على أرواح المصريين. احنا ليه قلنا الوصلة دي لازم تخلص؟ لان دي اعلى نسبة نسبة حوادث خسائر او بالظبط حوادث في بالظبط مصر على الاطلاق، مش كده؟ بالظبط يا فندم بالظبط. وبالتالي كل ما هنخلصها بسرعة، انا بقول كده عشان الشركات اللي شغالة تعرف انها لما هتخلص هتحافظ على ارواح المصريين. قدرت تخلصوها في 6 شهور، دول 145 كيلو. يبقى انت حميت المصريين من اعمال قتل حقيقي وإصابات حقيقية على الطريق ده، هي الأعلى في مصر، ويمكن تكون حتى أكتر من كده، يعني مش